السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي أصدقاء مدزينر. اليوم معنا هذا الأمبلي مضخم صوت، وهو هذا المضخم صوت يسمى بالمضخمات الصوت الركابل، يعني الذي يركب في الأرموار، يركب في الخزانة التي يوجد فيها السيرفر وهكذا إلى آخره. حسن، بيعطل عندما نضغط زر الباور كما تلاحظون، وهناك صوت، هناك صوت وكأنه لا أعلم بازر أو لا أعلم، والباور تشعل وتنطفئ ولا يعمل، لا يخرج أي صوت. أو حسن، سوف نفتحه ومن ثم نتبين أصل العطل. انتظروني أصدقائي الكرام. عدنا أصدقائي الكرام، هذا هو الأمبلي بعد الفتح. كما تلاحظون، انظروا إلى البطاقة كيف هي متضررة. انظروا هذا الضرر، ريزستونات محترقة متفحمة، أصلا ليست محترقة، متفحمة. هذا الامبلي يتكون من اثنين من الترانسفورماتر، هما كل امبلي اثنين من الترانسفورماتر، واحد هذا للتغذية، هذا لتغذية الامبلي بتغذيته بالطاقة، وبالنسبة لهذا الترانسفورماتر هو لعمل امبليفيكيشن لمخرج المخرج. كيف اشرح؟ حسن، عند الصوت يدخل ثم يدخل ثم يأتي إلى هذه الكارت، هذه الكارت المسؤولة على الفلترة، فلتر يعني فلتر باس با وفلتر باس او لتحسين وتنقية الصوت، ثم يدخل إلى الأمبلي ونقوم بتكبيره بهذه الترانزستورات، وبعد عملية التكبير يخرج الصوت ويدخل إلى هذا الترانسفورماتر من هنا، يدخل إلى هذا الترانسفورماتر من هنا، ومن ثم يخرج عبر هذه الكوابل. وكما تلاحظون هناك هذا الكيبل، هذا الكوم، هذا المشترك، ومن ثم كل كيبل يعطينا فولت، هذا يعطينا 16 فولت، هذا يعطينا 28 فولت، والأزرق 55 فولت، وهذا 70 فولت، وهذا 110 فولت. هذا المخارج، هذه 55 و70 و110 يعمل عليها المكبرات الصوت الكبيرة، ونستطيع وضع مكبر صوت صغير، لكن نضع ترانسفورماتر للتصغير ثم نستطيع وضع مكبر صوت. حسن، سوف أفتح الكارت هذه، أنزعها ونتبين ماذا يوجد بها. انتظروني أصدقائي. حسن أصدقائي الكرام، هذه هي المذربورد كما تلاحظون. انظروا إلى المكثف، منتفخ، وأيضا هذا منتفخ، وانظر وكأنه هناك سائل. هذا الزيت هذا يوجد في وسط المكثف. هذا المكثف 63 فولت، 10,000 ميكرو فاراد، قيمة عالية. وأيضا هذا المكثف نفس القيمة. أيضا هذه بريدج دايود، كيف هي؟ ميتال، وهي مثبتة في جسم الأمبلي حتى تبرد. هذا هو رقمها، KBPC 35. هذه 35 تعني 35 أمبير، هذه تستحمل 35 أمبير. يدخل
التيار من هنا الترناتيف، ثم دي سي اسي دي سي، وهذم المكثفات، ومن ثم يدخل لتغذية الترانزستورات. حسنا، كما تلاحظون انظر إلى التفحم. الشيء الجيد في هذه اللوحة أنه كل قطعة يوجد بجانبها رقم القطعة، مثلا هذا المكثف 100 ميكرو 25 فولت، هذا الترانزستور 450 01، مثلا هناك هذا المكثف انظروا إليه، ياهو منفجر عندما نبعده 74 ميكرو 25 فولت. حتى المقاومة، المقاومة تحت المقاومة يوجد رقم، يعني سأقوم بنزع كل تلك المقاومات وأرى ما قيمتها، ومن ثم سوف أقوم بفحص جميع القطع بدون استثناء، جميع القطع حتى أتأكد من سلامتها، ومن ثم أفحص الترانزستورات. انظر أصدقائي، وكأنه يوجد سائل، هو الزيت المكثفات. انظر انظر انظر، حسنا أصدقائي انتظروني. عدنا أصدقائي الكرام، بعد فحص كامل الكارت بنزع الكثير من المقاومات والديودات، قمت بجميع الفحوصات للترانزستورات والديودات، تبين لي هذه كل القطع المتضررة، هذه الريزستورات المتفحمة، وأيضا هناك ريزستورات ليست متفحمة لكنها لا تعمل، هذا الترانزستور أيضا لا يعمل، هذا مكثف منفجر، ولدي اثنين من الترانزستورات هذا واثنين من هذا واثنين من المقاومات 0.25 أوم 5 واط أيضا متضرر. أصدقائي سوف أقوم بشراء القطع إذا توفرت بطبيعة الحال وتركيبها. السلام عليكم أصدقائي الكرام، عدنا. لدي ملاحظة قبل كل شيء، لقد اشتريت كل القطع، خاصة هي لقد اشتريت وقمت بتركيب كل الترانزستورات وأيضا المقاومات، لم أجد مقاومة 0.25 أوم، غيرتهم ب 0.33 أوم. دائما عند تغيير المقاومة، إذا لم تجد المقاومة المرادة لا تأخذ أقل قيمة بل تأخذ الأكبر قيمة، هذا شيء معروف. حسن، بالنسبة للمكثفات أيضا لم أجد مكثفات بقيمة 64 فولت، المكثفات المنفجرة، لحظة، هذا هو المكثف المنفجر 10000 ميكروفاراد 63 فولت، لم أجده في السوق، هذا غير متوفر. المكثف الذي وجدته هو هذا 10000 ميكروفاراد 100 فولت. حسن، أنا في الحقيقة أصلا عندما ذهبت لشراء القطاع في ذهني هو شراء مكثف أكبر من 63 فولت في الحقيقة، لا لم أرغب بشراء مكثف أقل من 63 فولت. لماذا؟ سأريكم أصدقائي، سوف أنزع المخرج، مخرج التيار من هنا، هذا مخرج التيار بعد القطع، وسنقوم بقياسه، سنقوم بقياسه. هذا المتيمتر، سأقوم بقياس المخرج، أقوم بتوصيل الذرة،
أقوم هذا السالب وهذا الموجب. انظر أصدقائي إلى القيمة، 86 فولت، 86 فولت، 86 فولت، إنها القيمة المرتفعة. حسب، وعندما تركيب 86 فولت الناقص والموجب على المكثف سنجد حوالي 120 فولت، حوالي 120 فولت، 120 فولت قيمة كبيرة. وفي هذا المكثف سنجد حوالي 80 فولت، وفي هذا سنجد حوالي 56 فولت. بطبيعة الحال لماذا انفجر المكثف؟ انظر، لقد انتفخ والآخر انفجر. الذي انفجر، هناك واحد منفجر تماما، ها هو التي كانت مسلطة عليه حوالي 80 فولت، ها منفجر أصلا، وهذا منتفخ، منتفخ قليلا. ها يعني التيار الذي يخرج من المحاور أكبر بكثير من، أنا أحببت، أنا عند الذهاب إلى السوق، إلى سوق الشراء، كنت في ذهني شراء 70 فولت 80 فولت، لم أجد، ولقد وجدت 100 فولت، وكانت 100 فولت في يعني في مكانها. لكن اعترضني مشكل أنه الكارت كبيرة، يعني لا أستطيع، لأنه المحول، ها هو المحول، سأزيل هذه، ها هو المحول، المكثف أصبح كبير، يعيق الكارت مير عندما وضع الرادياتور والكارت مير، المحول يعيق. سأقوم بموديفيكيشن، وهي تغيير هذا المكان، يعني سأقوم بتلصيقها أكثر للجانب، سأقربه أكثر إلى الجانب حتى المكثف يبعد على المحول. في الأخير أصدقائي، سأقوم بالمونتاج، بالتركيب كل القطع، ونرى النتيجة النهائية. عدنا أصدقائي الكرام، ها هو الأمبلي، ها هو بعض التركيب، هذا الليد يعمل لأنني كنت أجرب فيه الأمبلي، وعند الإغلاق تبقى تشتعل حتى المكثف يفرغ من الشحن. حسن أصدقاء، الموتيفيكيشن كما قلت بسبب حجم المكثف، سأريكم حجم المكثف الأصلي، هيو انظروا إلى الفرق، إنه الدوبل. حسن، الموتيفيكيشن هي الكارت والرادياتور، قمت بتقريبهم إلى هذا، إلى الحدود هذه، كان بعيدة قمت بتقريب حتى أستطيع تركيب الكارت. وأيضا عملت موديفيكيشن أخرى، قمت بإضافة مروحة، هي يوجد في هذه المروحة، هي تسحب الهواء، تقوم بسحب الهواء هكذا، تقوم بتبريد الترانزستورات. وقمت أيضا بإضافة مروحة أخرى تقوم بإدخال الهواء من هنا، الهواء يعني يدخل من هنا، يمر هكذا، يدخل عبر المروحة ومن ثم يخرج، يقوم بتبريد الكارت من الأمام، يعني تبريد الرادياتور من هنا، وتبريد هذه المروحة تقوم بتبريد الكارت من الأمام حتى نحافظ عليها أكثر ما يمكن، لأنه كما تعلمون فالعدو، أكبر عدو للإلكترونيات هو السخون، فأنا أحاول أن أبردها. نقوم بتجربتي يا أصدقائي على بركة الله، بسم الله. لودينج، سنقوم بتقوية الصوت. خلق الإنسان علمه البيان. أصدقائي، سأقوم بتقوية وأسمع الصوت كيف هو قوي. حقيقة لا أستطيع أن أقوي أكثر، لأنه أخاف على مكبر الصوت من أن يحترق.
يعني أقصد البافل، البافل أخاف عليه أن يحترق. أنا مركب بافل كبير قليل لكنه لن يحتمل قوة هذا الأمبلي، فهو حقيقة الأمبلي قوي جدا.